السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو الجورني أو أي برنامج آخر عايز تعمل جواه صورة، فأنت لازم تكتب له تكست. ففي موقع بتساعدك على إن أنت تكتب التكست ده، زي مثلا الموقع دوت. الموقع ده فيه جزئين، جزء اللي هو السيرش، إن أنت مثلا بتدور على حاجة معينة فبيوريك ناس عملت حاجة قبل كده وأنت بتختار، يعني الصور دي موجودة مكتوب فيها البرومت اللي اتكتب عشان تطلع الصورة ديت. وتقدر تقول له مثلا عايز مثلا حاجة عن ايجيبت مثلا، فبيبدأ يعمل سيرش ويجيب لك في نتائج اهي. فانا عجباني مثلا الصورة دي فبدوس عليها وابدأ اشوف اللي عمل الصورة دي كتب ايه عشان تطلع له الصورة دي. تمام، كتب بيراميدز الجيزة وهكذا. تمام، كل الصور تقدر ان انت تشوفها او جنريت، تكتب انت بقى البرومت. تمام، وهو يبدأ يعمل لك الصورة بالشكل ده، بس لازم تعمل دخول وفي نيجاتيف لو انت في كلمة مثلا معانا مش عايزها. تمام، وهنا الدايمنشن اللي انت عايز الصورة تبقى عاملة ازاي. تمام، طيب تعال نشوف بقى الموقع ده اسمه جورني برومت، بحيث ان انت تبدأ تقول له مثلا عايز برومت كذا ينفع يتعمل في الميدجورني، فبيعمل لك حاجة مخصصة ليك للحاجة دي. تمام، تبدأ تكتب له وهو يبدأ يحط لك حاجات فيها تفاصيل أكتر، بحيث مثلا تقول له انا عايز مثلا دي بعض الاختيارات، بتدوس عليها فبيبدا يكتبها لك في البرومت اللي انت هتديه للميديور. تمام، ونفس الفكره برضو هنا، وتبدا تكتب تكست وتقول له مثلا انا عايز اللايت، النوع اللايت دوت. تمام، فيبدا يكتب لك نوع اللايت ده، عايز كاميرا معينه تختار نوع الكاميرا، يبدا ان هو يحط لك كاميرا بالشكل ده. لما تنسخ البرومت دوت وتبدا ان انت تحطه في الميد جورني او اي برنامج اخر من البرامج اللي بيعتمد على نفس الفكره، تطلع لك الصوره زي ما انت عايز. تمام، ممكن تختار السايز، الكواليتي، الارتست. تمام، عايز مثلا حاجه بالشكل دوت اهو، تديله المعامل بتاعه، يبدا ان هو كده. وده برضو ده موقع اوبن سورس، فتقدر تكتب التكست اللي انت عايزه وهو يبدا ان هو يحط لك التفاصيل. برومت ميكر برضو بتقول له انا عايز اعمل كرييت برومت، هو عنده مجموعه من الصور والبرومت بتاعتها، بحيث ان انت ممكن تعجبك الاضاءه، تعجبك طريقه التصوير، تعجبك الدقه وهكذا. اخر حاجه، لو انت بتدور على ان انت تشوف صور بشكل قوي مترتبه عن طريق الارتست اند كرييتيف كودر بالشكل دوت، دي شركة جوجل عاملاها، بحيث لو عجبك اي سيستم او اي شكل تقدر تدوس عليه وتقول له انا عايز نفس الصورة دي في الميدجورني.